والد الشهيد عماد ماجد أمين يقول: أستاذ، بالوثائق والكتب التي تؤكد دفن مجموعة من شهداء سبايكر في مقبرة وادي السلام بدون علم ذويهم، وبعد مطالبة أهالي سبايكر وزير الدفاع السيد جمعة عناد باستخراج جثث الشهداء وإرسالها الطب العدلي لغرض التحليل بعد مضي 8 سنوات، عدم صرف رواتبهم من يوم الفقدان ولمدة 3 سنوات ونصف، كانت العوائل تتقاضى نصف راتب وتوجد وثيقة بالمبالغ، عدم وجود تخصيص مالي بعد مضي 8 سنوات من استشهادهم. أنا شفت هاي الوثيقة موجودة. أيضا 3 بتوجيه من رئاسة الجمهورية بتخصيص مقبرة لأهالي سبايكر، ورغم المخاطبات حسب الكتب المرسلة إلى حضرتكم لم يتم تخصيص لحد الآن قطعة أرض لدفن الشهداء. 4 نناشد من خلالكم القضاء بإظهار ملف سبايكر ورفع الغبار عنه إلى متى يبقى في أضابير القضاء. ملاحظات مهمة أوردها هنا السيد عماد، الوالد الشهيد عماد انطونيا. انطوني الأخ، السلام عليكم أخ عماد. عليكم السلام، أهلا وسهلا، تحية لك وتحية إلى المشاهدين الكرام قناة التغيير. الله يحفظك. يبدو أنت يعني مشتغل بشكل دقيق بقضية ملف سبايكر. أريد أبدأ من النقطة الأولى، كيف توصلتم إلى حقيقة أنه دفن شهداء سبايكر من دون علم ذويهم منذ 8 سنوات؟ وش قد العدد المدفون الآن؟ العدد، العفو أستاذ بجم، العدد المدفونين 250 شهيد في سنة 2015 على ما أظن أو 16. أي خرجت أهالي سبايكر في مقبرة في وادي سلام تؤكد على دفن أولادهم زين بمقبرة في وادي السلام، ذكروا هذا الشيء، قالوا ما موجودين مو أهل سبايكر، موثقة بالصور. نعم أتذكرها، نعم بالصور، قالوا هاي مو سبايكر. مرت الأيام وجت الأيام وهسه الوثائق تشير بأنه هناك 250 استخرجوا من حقه 39 شهيد بعد حصول الموافقات بالسيد قاضي التحقيق وباستخراجه ومطابقة الدي ان ان وتسليم الرفات إلى أهليهم. احنا فترة طويلة من كنا قاعدين يم السيد رئيس الجمهورية اثناء سن القانون، اي طالبنا السيد الدكتور ابو الطب العدلي، اي طالبنا قلنا له الى متى تستخرجون هاي الجثث؟ قالوا ماكو تخصيص مالي، وهاي شوفونا متبرع. حتى بوقتها تكلمنا هذا قدام السيد الرئيس وقلنا له، حتى سأل الدكتور زيد أبو الطب العديد زعل علينا على هاي الحكاية، قال شلون تقول له هيجي؟ قلت له أنت قلت لنا إحنا نريد لنا متبرع بالكفاية، وحدث هذا الشيء قلنا للسيد وزير الدفاع أثناء لقاء بي، وموجودين 12 واحد شهود، 12 واحد الوزير الحالي أبو عماد؟ نعم الوزير الحالي، الوزير الحالي جمعة عناد، اي اكد، قال الرجل، قال حتى لو تحتاج مبالغ، قال ايش قد تحتاج مبالغ؟ قالنا على 25 مليون، قال 25 مليون من جيب الخاص، روح استخرج الرفات. وهاي كم سنه صار يعني العالم الامهات تنتظر اولادهم، يعني تقبلها انت استاذ هذا الشيء؟ هذا اللقاء يا سنه صار يا وزير الدفاع قبل بال21 زين، وجه كتاب المعالي مع نعم يمتلك صلاحية انه يطلعون هاي الجثث زين، الفلوس موجودة. اللي يمتلك صلاحية هو ابو الطب العدلي. ابو الطب العدلي يريد له متبرع، هسه لقينا متبرع يريد له فلوس، طبعا يريد له فلوس، ماكو شيء يطلع بدون الفلوس، يريد له فلوس يطلعوا الجثث غير. نعم مركز تسليم الشهداء استخرج بعد حصول الموافقات استخرج 39 جثة زين. مركز تسليم الشهداء زين، وبقت 161 واحد يردون وزير الدفاع عند المقابلة عوائل الشهداء، الرجل مشكور قال حتى لو على حساب الخاص تدفع المبالغ استخرجوا هذا الجثث. وبعدين شنو صار؟ مو هنا الغاية مو هنا الغاية، انتم صار لكم كم سنة قضية سبايكر لحد الآن ما انحسبت قضية سبايكر.
الثلاث سنوات ونص الراتب نصف راتب، المادة 49 أولا من القانون قانون التقاعد العسكري سنة 2010 المادة 49 يقول عند الفقدان أو احتجاز العسكري راتبه يأخذ أسوة بأقرانه. أي أنتوا ليش أنتوا ليش يطوكم بس راتب؟ والله ما أعرف شنو اللي يشطونا نص راتب، وهم دا يخالفون القانون. وحتى اثناء المراجعات وهاي وزاره الماليه تقول احنا انطينا المبالغ اعطيناكم الفلوس لوزاره الدفاع، منطين الفلوس على سنان وزاره الدفاع، وزاره الدفاع ما صارت ان هذا اخر كتاب ينك مال السيد الوزير المبلغ 25 مليار يستحقون 1957 واحد. اي هذا الوزير طالب من البرلمان ان يضيف بالموازنه. نعم. وانت تقول ابو الماليه يعني احنا صار كم سنه صار لنا 8 سنوات. انا اريد اوجه رساله للسيد القائد العام للقوات المسلحه سبايكر. كل القائد العام للقوات المسلحه سبايكر جريمه نكراء. سبايكر بها يعني بها كثير من الاشياء التي يجب ان نتوقف عنها. المسؤولين عن سبايكر لم يحاكموا، تم دفن جثث سبايكر من دون علم أهلهم، وهاي الوثائق أتمنى أن تطلبها والكتب اللي وصلتني حتى أبعث لك إياها. الشيء الثالث، لم تحسم رواتبهم لحد الآن. الجندي الأسير والجندي اللي ينفقد على ملاك الداخلية والدفاع يأخذ راتبه زين، ذولا ليش ما يأخذون نص راتب؟ ليش يأخذون نص راتب؟ وبعدين هاي الجثث اللي طلعت من عدتها 39 جثة وباقي فوق 160-170 جثة موجودة بالمقابر، ليش ما يطلعوها؟ والمبالغ اللي مطلوبة بها مبالغ بسيطة جدا، يعني هسه مات وأهله يردون له قبر يزورونه، مرته تروح له، جهاله يرحون له، على قولته هن رسم زين. ليش هاي صار 7-8 سنوات ما تنحل هاي القضية؟ مو ذولا شهداء العراق؟ مو ذولا اللي انغدروا بسبب تخاذل وجبن بعض القيادات؟ مو ذولا اللي انظلموا؟ مو ذولا سوء التخطيط؟ مو ذولا اللي ما تعاقب من عاجلهم احد؟ الناس بطلت ام علي وابو عباس وعوائل سبايكر بطلوا من النوح واللطم، هسه يردون ولدهم يطلعون من المقبره حتى تطون لكل واحد الام ابنها وتسوي له قبر وتقعد تلطم يمه. راتب لا تطونه، قالوا للمقبره لا خصصتوا له، جثه لا تطلعونها، حل عقاب لا عاقبتوا، حساب لا حاسبتوا. زين شنو الموضوع؟ غير نفهم شنو العقدة بالموضوع بهذا الشكل يا اخوان؟ وزير الدفاع يقول تبرعت من جيبي، خلف الله عليك، لكن ليش تتبرع من جيبك؟ مو هاي دولة وذولا شهداء وذولا ولد الدولة وذولا انغدروا وذولا ضحوا وهم قاعد بالمقبرة ما تطلعون وليتها وتسوي له دي ان اي وتقول له هاك هذا ابنك وروح؟